من الكرام عن قضية الإجهاد المائي الذي يتعرض له العراق ومدى قدرة الحكومة في العراق على تخطي هذه الأزمة، أزمة الجفاف الحاصلة. معنا من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. مرحبا بكم دكتور نظير. أهلا وسهلا أخي. دكتور نظير، كيف تقيم واقع العراق المائي، وما معنى أن يدخل العراق مرحلة الإجهاد المائي؟ في الحقيقة العراق حاليا الوضع المائي حرج جدا، يعني هذه السنة الوضع المائي كان سيء مع الأسف بالمقارنة للسنين السابقة، وإحنا نعرف الأراضي الزراعية تقلصت أكثر من 60%، فلذلك هذا له تبعات عديدة. فإحنا من نقول مثلا العراق راح يدخل بالجهد المائي، المشكلة الكبرى هي تبعات هذا الجهد. يعني شنو هي تبعات هذا الجهد؟ أولا هجرة الفلاحين، يعني آلاف من الفلاحين راح يتركون أراضيهم الزراعية، راح يتجهون إلى المدن. إذا اتجهوا إلى المدن راح يصير مشاكل أمنية، مشاكل اقتصادية، مشاكل صحية، مشاكل اجتماعية. الشيء الآخر ترك الأراضي الزراعية يعني معناها ماكو غطاء نباتي، يعني راح تزيد العواصف الترابية في المنطقة، وهذه كلها تأثر على صحة المواطن. وإحنا نعرف يعني إحنا من نقول قلة مياه، يعني احنا نعرف لا حياة بدون مياه. نعم. فلذلك الوضع راح يكون خطير جدا وحرج في هذه المسألة. يعني الحكومة تحاول أن تجد بعض الحلول، حكومة السوداني أعلنت أنها تتجه إلى بناء عشرات السدود لحفظ مياه الأمطار والاستفادة منها لمقاومة هذا الجفاف الحاصل. ما قيمة هذه الخطط اليوم وسط هذه الأزمة القائمة برأيكم؟ نعم، يعني الحلول ما يجب أن تكون آنية، يعني المفروض احنا عندنا خطة استراتيجية بعيدة الأمد وتنفذ هذه الخطة بغض النظر عن الشخص اللي يدير الوزارة أو الكتلة اللي تدير الحكومة، لأن هذا الشيء مثل ما قلت قبل قليل أمن البلد ومستقبل المواطن العراقي. فهذه يعني التصريحات مو مشكلة، لكن احنا نريد شيء على أرض الواقع، ونريد خطط بعيدة الأمد مو خطط آنية. الخطط الآنية ما تفيد. بعدين بناء السدود هذه تكون في مناطق تستقبل الأمطار، يعني احنا ما نقدر نبني سدود حصاد مائي بأي مكان إذا منطقة الأمطار بيها شحيحة جدا، وشنو فائدة بناء السدود هذه؟ فلذلك يجب أن نعين هذه المواقع بصورة مضبوطة وننفذها، لكن هذه ما راح تحل كل المشكلة. أكو أشياء أخرى يجب أن تقوم بها الحكومة، وهذه احنا دائما نقول الحكومه، لانه هذه مو مسؤوليه وزاره واحده، هاي مسؤوليه الحكومه ككل، وقضيه المياه تشارك بها عدد من الوزارات، وايضا نوعيه المياه مو بس هي كميه المياه، نوعيتها مهمه، والنوعيه بدات تتردى بشكل كبير جدا في العراق مع الاسف، خاصه في المحافظات الوسطى والجنوبيه. وهذه مثل ما أعيدها أيضا، لأن هاي نقطة مهمة، هاي مسؤولية عدد كبير من الوزارات، فلذلك يجب أن تكون هناك خطة استراتيجية تطبقها كافة الوزارات بحماية الموارد المائية كما ونوعا، ليس فقط وزارة الموارد المائية، وزارة التخطيط ووزارات أخرى، التخطيط والبيئة والزراعة والصناعة والنفط. لأنه مثلا إذا نجي على نوعية المياه، المياه العادمة كلها تصرف إلى الأنهار مباشرة، المستشفيات نفاياتها كلها تروح إلى الأنهار، هاي مسؤولية وزارة الصحة مثلا. المصانع
وزارة النفط، المصافي النفط كلها النفايات والهذه إلى الأنهار مباشرة، هاي مسؤولية وزارة النفط وهكذا، فالكل مسؤولين. وحتى بالنسبة للبناء أيضا، يعني بناء السدود أيضا تحتاج إلى دعم الملاكات الهندسية. ولكن بالنسبة للسدود دكتور نظين، سمحت لي، هل ستوافق الدول؟ كما تعلم لدينا نهري دجلة والفرات في مصبات مشتركة، هل ستوافق الدول خصوصا إيران على إمداد العراق بكميات تكفي لكي نستفيد من هذه السدود؟ يعني احنا من نسوي مشروع المفروض انه نفكر في مصلحه بلدنا اولا. نعم. زين، ما نفكر فلان يرضى او ما يرضى، زين هذا بحث اخر. لكن سياستنا المائيه مع دول الجوار الى الان غير مضبوطه بالشكل المطلوب. نعم. يعني واني يعني عايدها على قناتكم الكريمه، التفاوض على المياه وحده سواء مع ايران او تركيا لا يجدي نفعا. وهذا جربناه اكثر من نصف قرن وما توصلنا الى اي اتفاق وياهم. فلذلك اذا ما استعملنا الملف الامني والاقتصادي ومن ضمنها المياه ما راح نتوصل الى اي شيء مع دول الجوار يكون مضبوط ومستمر. لكن إذا شافوا أنه هناك تحرك كبير وفعال من الحكومة العراقية، وأنا أرجع أقول الحكومة مو وزارة معينة، لأن هذا شيء دولي أو إقليمي، يجب أن تتخذ قرار صارم ومدروس في هذا الشأن. صحيح وزارة الموارد المائية يمكن وزارة الزراعة تنطي المعلومات الفنية للحكومة، لكن التي تقوم بالمبادرة والتفاوض حتى نوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف. لأنه هم ليش يطوك مي؟ على أي أساس؟ يريد يستفاد. فأنت إذا تفاوض بنقاط حساسة اللي هي أمن دول الجوار، يعني سواء إيران أو تركيا يهمها أمنها، وإحنا قبل فترة قصيرة سمعنا إيران ضربت مواقع في داخل العراق على أساس أنه منظمات معادية لها. نفس الشيء تركيا دائما تدخل طائرات وقطاعات عسكرية تركية إلى داخل العراق على أساس أنه أكو حركات مناوية لها، فهذا بالنسبة لهم مهم. زائدا الملف الاقتصادي، يعني تركيا وإيران يعتمدون بشكل كبير جدا على ما يستورد العراق منهم، أكثر من 18 مليار دولار بالسنة من كل دولة من هذه الدول، وهذا مبلغ كبير جدا خاصة بالنسبة إلى إيران، اقتصادها يعني ركيك حاليا وحرج، فهذا يهمها. فإذا استعملنا هالملفين ومن ضمنهم الملف المائي، من الممكن أن نتوصل إلى حلول ترضي الأطراف كافة. شكرا جزيلا لكم على هذه الإيضاحات دكتور نظير عباس الأنصاري الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه. أهلا وسهلا.